وللحديث عن الفشل الحكومي بتنويع مصادر الدخل واقتصار الاعتماد على النفط ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. حياكم الله دكتور عبد القادر. مساء النور وحياكم الله جميعا ولمشاهدي قناتكم الموقرة. أهلا بك دكتور عبد القادر. يعني رغم كل الموارد المالية التي دخلت إلى البلاد يعني خلال السنوات الماضية، فشلت الحكومة في العراق بتنويع مصادر دخل الموازنة. برأيك ما سبب هذا الفشل؟ ويعني ما سبب غياب الاستثمارات بشكل عام؟ أول شيء طبعا عندنا احنا قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. هذا القانون طبعا عندما جاء وشرع مع الأسف لم يؤخذ به ولم ينفذ بشكل جيد. الاعتماد على مصدر واحد وهو الاقتصاد الريعي العراقي مسألة خطيرة وتؤدي إلى أزمات اقتصادية بالمستقبل. هناك طبعا أهم شيء عندنا احنا ظاهرة الفساد الموجودة في العراق والمستشرية، هذه تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات في قطاعات مختلفة من اقتصاد الوطن العراقي، سواء كان الصناعة، الزراعة، السياحية وبقية فروع اقتصاد الوطن العراقي. لذلك يجب أن ننتبه بشكل جيد جدا إلى هذه المسألة الخطيرة، لأنه عندنا احنا أزمة تركيبية في قطاع وقطاعات اقتصاد الوطن العراقي. نعم يعني ما هو السبب وراء اقتصار الاعتماد على هذا المورد، مورد النفط فقط؟ السبب هو سوء التخطيط. يعني المفروض انه تستثمر هذه الأموال التي نجنيها من بيع النفط العراقي في قطاعات مختلفة، الصناعة والزراعة والسياحة والآخرين. السبب أنه وجود المحاصصة الطائفية للأحزاب المسيطرة على الاقتصاد الوطني العراقي وتديره كما تشاء. نعم. من أزمة إلى أزمة ومن مشكلة إلى مشكلة. وهذا لا يمكن. ذكرت أن هناك خطورة ومن الخطأ الاعتماد المطلق على النفط، ولكن إذا أردنا الحديث هنا على مكمن الخطورة، ما هو مكمن الخطورة في الاعتماد المطلق على النفط كمورد أساسي لتمويل موازنة البلاد؟ سؤال مهم جدا، لأنه مكمن الخطورة هو في نضوب النفط في الآبار الموجودة بالعراق. هذه المشكلة. لذلك أنه دائما نرى أنه دول مختلفة ومنها دول الخليج، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، حتى المغرب، قامت ببناء محطات توليد طاقة كهربائية عن طريق الطاقة الشمسية. عندنا مصادر توليد الطاقة المتجددة غير النفط التي هي بالدرجة الأولى الطاقة الشمسية، الأمواج، الرياح والمياه. طالما عندنا مصادر المياه قليلة بسبب أزمة المياه عندنا بين تركيا وإيران، إذن هذا العامل راح. بقى عندنا فقط الآن بالوقت الحاضر هو طاقة شمسية. طاقة الرياح لدينا تجربة في الدول الإسكندنافية وبالدرجة الأولى الدنمارك والنرويج أخذوا يتوقفون عن الاستثمار. لماذا؟ لأن هذا تسبب مشكلة بيئية بسبب أنه هذه المراوح الضخمة تؤثر على البيئة، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها. والآن أخذت هذه الدول الاسكندنافية بإيقاف هذه المشاريع. إذن لدينا الآن إحنا هو الطاقة الشمسية، وحتى الدول الاسكندنافية بدأت تتوجه إلى الطاقة الشمسية قبل حوالي 10 سنوات. طيب طالما إحنا عندنا الطاقة الشمسية موجودة بالعراق، لماذا لا نقوم باستثمار هذا المصدر وهو مصدر بسيط؟ ولدينا تجربة بالأردن، موجودة مشاريع الطاقة الشمسية حتى في داخل البيوت والمنازل، يعني الذي لديه إمكانية مالية يقوم بشراء صفائح لتوليد الطاقة الشمسية. طبعا هنا يقول لك
بسبب الغبار الموجود عندنا بالاجواء العراقيه والاردن وغير الاردن والسعوديه. هذا الغبار يجب ان ينظف بين فتره واخرى حتى تعمل هذه الخلايا الشمسيه بشكل جيد، وهذا ليس بمشكله. نعم. مثل هذه المشاريع دكتور عبد القادر، ما هي فوائدها وانعكاساتها على معيشة العراقيين وعلى المجتمع العراقي وعلى يعني خلق فرص عمل جديدة في الداخل العراقي برأيك؟ نعم، أول شيء طبعا أنت قلت فرص عمل جديدة، يعني بإقامة هذه المشاريع الصناعية تقوم بتوظيف أيدي عاملة، ومثل ما قلنا احنا عندنا فائض بالأيدي العاملة بقطاعات الإدارية نحولها إلى قطاع صناعي ونقوم بتأهيلها ونقوم بصناعة الألواح الشمسية، وهذه موجودة يعني منذ بداية الألفينيات أو بداية القرن العشرين في سوريا والأردن، هذه الصناعة موجودة. طيب لماذا لا نقوم بالعراق وكذلك في السعودية وفي الإمارات ودول أخرى حتى المغرب؟ لدينا تجارب موجودة بالدول العربية القريبة المجاورة، لماذا لا نستخدمها، لا نستفاد من عندها؟ نعم، يعني سألت السؤال ولكن حبذا لو تجيب عليه، لماذا هل هناك تدخل خارجي لربما ودفع العراق إلى الاعتماد فقط على مورد النفط وتجهيله في باقي الموارد والمصادر؟ هل هو بشكل مقصود؟ طبعا، لانه كما نعرف انه عندنا احنا مشكله متازمه باستيراد الطاقه الكهربائيه من ايران وحتى الغاز، هذه مشكله. طبعا هذا ايران لا تريد ان العراق يقوم باستثمار الغاز الطبيعي الموجود لديه ويقوم بتوليد الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه. طبعا هاي منافسه لهم، معناتها انه ايران سوف لا تقوم بتصدير الطاقة الكهربائية والغاز إلى العراق. هذا هو السبب الأساسي والذي تكلمنا عنه في عدة حلقات من خلال قناتكم الفضائية الموقرة. نعم. يعني حتى وصلنا إلى الملل أنه نكرر 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 إلى متى؟ طيب. وهناك طبعا لو تقرأ الآن أنت يعني بالنت شو العراق اتخذ هذه الخطوات من أجل إقامة تنويع مصادر الطاقة وقامت المصانع لتوليد أو لإنتاج الخلايا الشمسية، ولحد الآن لم نحصل على شيء، وعندنا عقود خارجية مع دول أخرى في المنطقة أو من دول أخرى موجودة، ألمانيا، كوريا الجنوبية إلى آخره. طيب لماذا لا نقوم بتنفيذها؟ وين هي؟ نقرأ عليها في النت ولكن لا نجد لها. الآن اليوم قرأت أنه مشروع صناعي توليد الخلايا الشمسية المفروض أن يكون في كربلاء، أين هو؟ لماذا لا ينتج؟ من زمن العبادي. إذا أردنا عندما كان قاسم الفهداوي وزير الكهرباء، أنا قرأت هذا الآن قرأت هذا بالنت. طيب وين هو؟ لماذا لا ينتج؟ من 2017 لحد الآن صار كم سنة؟ 5 سنوات. إذن موجود عندنا فساد. نعم. الآن إذا أردنا الحديث أو بالعودة إلى موضوع النفط، ما هو الضامن اليوم من عدم انخفاض أسعار النفط كما حدث في السنوات الماضية، لا سيما مع الأزمة التي أصابت أمريكا بعجزها عن سداد ديونها للدول المصدرة؟ ما هو الضامن؟ لا يوجد ضمان. علينا أن نفكر الآن باستبدال النفط بمصادر أخرى موجودة مثل ما قلنا، وأنت نفسك قلت الآن هو الأزمة المالية. الآن نقاش يتم على مسألة رفع سقف الديون الأمريكية. طيب لو تيجي تحل، ما هي هذه الديون؟ هي ديون داخلية داخل أمريكا قصدنا، وديون خارجية للدول الأوروبية ومن ضمنها السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول الخليج الأخرى، تطلب أمريكا، تصور يعني أنت. لذلك الآن هو النقاش بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حول رفع سقف الديون في أمريكا،
وهاي امريكا اللي احنا نعتمد مثل ما اقول خاصه الدنيا بينا، وهي لم تتمكن من حل امورها بنفسها، فكيف تقوم بحل مشاكلنا نحن بالعراق؟ نعم نعم. اذا كنت ضيفنا عبر سكايب من اوسلو الخبيره الاقتصاديه العراقيه الدكتور سناء عبد القادر، اشكرك جزيل الشكر.